أصلاً إذا يقول اسمي مكان معين تصير كارثة. اسمي أنا شخصياً إذا يذكروا قبل فترة بعض الإخوة اللي إجوا يعني من زيارة العتبات المقدسة في مطار الكويت، يقول ده النادي واحد من الشباب اللي وياهم اسمه ياسر، فواحد قال هالشكل ياسر حبيبي تعال، فإذا مجموعة من فجأة مخابرات وشرطة وما أدري كذا وفلان وهذول ملوت الجواز شنو ياسر حبيبي وياكم؟ لا لا قال أنا ما قلت ياسر الحبيب، قلت ياسر حبيبي تعال. شوف الجبن يا جماعة، القضية هالشكل، هؤلاء قوم يحسبون كل صيحة عليهم.